ذكرنا أن اليوم هو الذكرى 33 لتولي الرئيس علي عبد الله صالح مقاليد الحكم في اليمن، وفي هذا اليوم خرجت التظاهرات في أنحاء اليمن. هناك من أيد الدستور وطالب بالشرعية الدستورية، وكالعادة كانت هناك التظاهرات العام والأشمل في أنحاء اليمن التي تطالب بإسقاط النظام وبتأييد المجلس الجديد. ولكن ألا تعتقدين أنه بعد كل هذه الفترة ما زال هناك من يخرج لتأييد النظام الحالي؟ ألا يثير ذلك الخوف من اندلاع خلافات بين الشعب اليمني قد تؤدي إلى قتال أو حرب أهلية كما ذكرنا؟ والله هذه مجموعة قليلة لا تمثل إلا نفسها ولا تمثل إلا مصالحها، لأنه نظام موجود لأكثر من 3 عقود ولم ينقل اليمن إلى مصاف الدول النامية. هذا النظام الحقيقي بسبب الفساد، بسبب الاستئثار بالسلطة والثروة الحقيقة، لأنه لا يجدي أن نستمر مع هذا النظام. أتيحت فرص كثيرة جدا لهذا النظام، تم تقديم دعم دولي كبير جدا لليمن، لكن للأسف الشديد لم يتم الاستفادة منها للخروج من اليمن من مشكلاتها وأزماتها، ولم تستطع اليمن تحقق الحد الأدنى الحقيقة في التنمية. طيب اسمح لنا نعود إلى دكتور عبد العزيز. تصنف من الدول الأقل نموا، من الدول الفقيرة. نعم، اسمح لنا نعود إلى دكتور عبد العزيز الوحش من محافظة إب عبر الهاتف. دكتور عبد العزيز، يعني برأيك ما هي الأولويات التي يجب أن يرفعها المجلس الانتقالي الجديد؟ الأولويات التي يجب أن يبدأ بها المجلس الانتقالي الجديد الآن وهو تشكيل الحكومة، بحيث يتولى هناك وزير دفاع. أنا في اعتقادي وزير الدفاع هذا لابد أن يكون يمارس مهامه مباشرة ويقوم بإقالة من تبقى من أسرة صالح والذين يمسكون بزمام الأمور، خاصة في الحرس الجمهوري والأمن المركزي وغيرها. هذا الأمر ضروري جدا. الجانب الثاني، لابد أن يتحرك المجلس الانتقالي باتجاه العالم الخارجي الإقليمي والخارجي، بحيث يحصل على الاعتراف، لأنه بدون اعتراف هذه الدول يمكن أن يكون هناك كما قلت سابقا الحرب الأهلية وتستمر. الجانب الثالث هو على الإخوة، عندما عليهم المجلس الانتقالي عليهم الآن أن يتشاوروا مع بقية الأفراد وبالتالي يحصلوا على الدعم الداخلي. إذا هذه 3 نقاط أساسية لابد منها. يعني تحدثت عن مسألة أن تكون في شكل فوري وسريع. نعم، تحدثت عن مسألة القوات المسلحة. يعني أعتقد أن المجلس أوصى بتكليف اللواء عبد الله علي عليه، وأحد القيادات العسكرية المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية، تكليفه بمهام قيادة القائد العام أو بمهام القائد العام للقوات المسلحة والأمن. نعم.